الاخوه اللي بيسالوا. سيد انس الفي وزير الاعلام النهارده في اطار الانتخابات ومجموعه الاخبار اللي جايه دي كلها لها علاقه بالانتخابات، تفقد مركز القاهره الدولي للاعلام وشاف ازاي الامكانيات هتكون متوفره للصحفيين والمراسلين الاجانب وكل الزملاء في كل الصحف. وسيد الوزير اكد على حرصه على تمكين الاعلام الدولي من نقل صوره حقيقيه كامله لوقائع الانتخابات البرلمانيه القادمه للعالم الخارجي. كانت كويسه كانت وحشه هتتنقل، واللي ما هيعرفش ينقل هيصوت ويقول انا ما عرفتش انقل وتم الاحاله دوني، حال بيني وبين النقل. وقال كمان السيد الوزير ان ما هيكونش فيه اي قيود على عمل وكالات الانباء والمراسلين الاجانب في مصر طوال الوقت. واكد وزير الاعلام في اجتماع عقده امبارح مع رؤساء القنوات والقطاعات اعتقد في التلفزيون المصري على ضروره اعمال المبادئ والمعايير اللي اقرتها اللجنه العليا للانتخابات في التغطيات الاعلاميه لاجهزه الاذاعه والتلفزيون، وضروره الالتزام في التناول الاخباري والبرامجي. خلينا نشوف هذا التقرير وارجع اكمل مع حضراتكم. دي اول سنه اول انتخابات يشارك فيها القنوات الفضائية وفق نفس المعايير. انتخابات 2005 و2010 ايه الفرق؟ في فروق جوهرية ما بين انتخابات 2005 وانتخابات 2010. اللجنة العليا ده فرق جوهري. كوتة المرأة فرق جوهري. شكل الحياة السياسية في مصر. وجود الإعلام، المجتمع المدني. مشاركة الأحزاب المرة دي أكثر من 2005. صورة الحياة السياسية عموما متبلورة أكثر بكثير من انتخابات 2005. دي بيجي يستعملها الصحفيين والمراسلين ولا في ستاف بتاعنا موجودين؟ لا الستاف متوزع على بقيه المكان. احد المهام الاساسيه للهيئه العامه للاستعلامات ولوزاره الاعلام ان هي تسهل مهمة المراسلين الأجانب في القيام بدورهم في تغطية العمليات الانتخابية وكل الفعاليات المرتبطة بها. من هنا كان في مبادرة ان احنا نأسس هذا المركز ان هو يكون الملتقى اللي بيجتمع فيه المراسلين الأجانب على مدار فترة الانتخابات، بيبقى فيه بيحصل على مدار اليوم عدد من المؤتمرات الصحفية بتحط الصورة أمام المراسلين الأجانب، بيبقى موجود فيه المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات موجود، مدير المركز وفريق العمل موجود معاه. أيضا المركز من مسؤولياته أنه هو يوفر كل التراخيص والتصاريح المطلوبة لكل الأنشطة المرتبطة بعمل المراسلين الأجانب، سواء التصاريح دخول اللجان، التصاريح للأجهزة اللي معاهم المعدات. بعض وكالات الأنباء العالمية بتبقى موجودة في الوقت ده على وجه الخصوص، بيحتاجوا لتسهيل مهمتهم. احنا اوريدي بالفعل النهاردة عندنا ما يقرب من 300 مراسل أجنبي تم تسجيلهم واستخراج التصاريح اللازمة ليهم. ابتدينا بالفعل النهاردة بنسمح بنجدد كل التراخيص اللي كانت موجودة للقنوات وللوكالات الأنباء العالمية اللي موجودة في مصر علشان تقوم بمهمتها في تغطية الأحداث الخاصة بالعملية الانتخابية. عدد كبير من المحررين والصحفيين المصريين والعرب والأجانب بيلتقوا في هذا المكان على مدار العملية الانتخابية، بيتبادلوا الأخبار اللي عندهم، بيتبادلوا المعلومات، فهو ملتقى مهم جدا للمراسلين الأجانب لقيام بدورهم أثناء العملية الانتخابية.